لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الطرفان معا بشعار الانتصار في ذي المعطيات كل طرف، سواء فريق الرجاء الرياضي صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر الوداد الرياضي الذي سيواجه في نفس التوقيت هناك بكازابلانكا بالمركب الرياضي محمد الخامس فريق الدفاع الحاسر الجديدي. الرجاء بذلك سينتظر ما سيحدث هناك بمركب محمد الخامس بين فريق الوداد الرياضي والدفاع الحسني الجديدي، وهو اليوم يواجه فريق الحسني الفريق الذي يبحث من أجل تأمين البقاء في منافسات البطولة الوطنية. صاحب المركز لفريق الرجاء الرياضي كان يامل أن يستثمر ذلك من أجل البعث عن انتصارات أخرى تبقي دائما. عرشون للحارس أنس سنيتي، ضغط متقدم، أنس سنيتي يلعب بالنار وكذا فريق معركة وسط الميدان يمكن أن نقول، يعني من المراكز التي ستتجر النار بحكم أنه كل طرف سيركز. من الطرف رئيس الرسالة الفنية مهارة عرضية وتغطية دفاعية، تغطية دفاعية يضغط فريق حسن التقدير، يضغط ريدا زيد التعذير في اتجاه المايسترو محسن متولي 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 العرضية والمتابعة من الحارس المادي الجرباوي، المتابعة من المادي الجرباوي. فرصة لفريق الحسنية، فرصة لحسنية تقدير، لكن تدخل من أنس سنيتي داغتا ماليك سيسي ونادودي كرة عرضية روسية والراسية مرت جانبية عن المرمى الرجاوية. تابعوا تابعوا لقطة كانت بالرأس، انطلق أبو حسين سدودة جانبية عن مرمى الحارس المدى الجرباوي. بدأت تتحرك المباراة للسبور الروسية والإبعاد من الدفاع والخطأ، الخطأ والحكم ماذا يقول؟ مطالبة بركلة جزاء من جانب ناصر رهين. هذه كرة عرضية رجاوية، ارتباك وإبعاد من جانب دفاع فريق حسن الفين، كرة عرضية بعثة روسية، خروج الحارس، فرصة في خطورة، الحكم يمنح الخطأ لفريق حسن التقادير. فروات لمروان هدودي يطالب بركل الفار، سيتأكد من التدخل الحارس المادي الشرباوي. هل في ذلك ركلة جزاء؟ القرار لحكم المباراة يقول ركلة جزاء لفائدة الرجاء الرياضي. ركلة متولي، متولي جول 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 محسن متولي يفتتح الحصة. التهديف زريدة، محاولة تسديدة مرة جانب من أي ثمن باشا سددها وداك زريدة ولعبت بشكل أنيق وجميل من زريدة لقطة لفائدة فريق حسن التقدير. من الجهة اليسرى البعثين العرضية، ركلة جزاء يقول حكم المباراة هذه المرة لعناصر حسن التقدير. ضربة تسدد، جول 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 يوسف ميري يمنح التعادل. تولي للجهة اليسرى في الخطورة، جول 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 الثاني، جول الثاني محسن متولي، لمسة رائعة على طريقة اللاعبين الكبار المايسترو حددها، وهكذا يقولهم مشعب المباركي. يجب أن تجم الطرف من جديد، ثلاثة أهداف مقابل واحد، النتيجة المسجلة إلى حدود الدقيقة 85. إذا نتابع إعادة هذه اللقطة من جديد، انطلق عفوا من الدفاع،